مرحبا بجميع معنا في ملف الصبيحة والذي نخصصه للتقرحات الجلدية. كيف تحدث هذه التقرحات؟ ما هي أنواعها المختلفة؟ ما هي طرق علاجها؟ إذن كما تعلمون مستمعينا، تعتبر التقرحات الجلدية المزمنة من الأمراض يعني صعبة العلاج وذات تداعيات صحية اجتماعية ونفسية خطيرة. سنتسأل اليوم عن أسبابها، ما هي خصائص هذه التقرحات، بالتالي ما هي الأخطاء الشائعة التي يجب أن نتفاداها، ثم ما هي العلاجات الحديثة الحالية والمتوفرة بالمرأة. كل هذه النقاط سنناقشها رفقة الدكتورة سميرة ثقفي، طبيبة متخصصة في الجراحات التقويمية والتجميلية والمسؤولة عن الفرع الطبي في الجمعية المغربية للوساطة الاجتماعية. صباح النور دكتورة سميرة. صباح الخير لله خديجة. مرحبا مرحبا. ربي يخليك، شكرا. نبدأ إذن بربما تعريف ديالها التقرحات الجلدية بالنسبة للسادة المستمعين. شنو كنعنيو بهذه التقرحات؟ شنو هي الأعراض ديالها؟ كيفاش كتظهر؟ التقرحات الجلدية غادي نناقشوا التقرحات الجلدية من رؤية طبيب الجراح، ماشي من الرؤية ديال طبيب الجلد. الوغ ملي كنهضروا على التقرحات الجلدية فحنا كنهضروا عليها من الرؤية الجراحية، على تقرحات جلدية اللي هي مزمنة واللي كتقدر تكون انعكاس الأمراض اللي هي خطيرة سواء في الأوعية الدموية أو أمراض سرطانية. الوغ التقرحات الجلدية هي واحد أو لي جول سيغ كرونيك، هي واحد لابيرت أو فقدان ديال النسيج الجلدي وما تحتها، بحيث أننا نقدر نوصل لتقرحات جلدية اللي كتؤدي إلى تعرية الأنسجة العضلية أو الأنسجة اللي هي العظمية. هالتقرحات الجلدية المزمنة عندها أسباب مختلفة. يقدر يكون سبب اللي هو مرتبط أولا يعني انسكات خزان ستابل، أو لا مرتبط بالشفاء اللي هو الذاتي، يكون عندنا خلل في المنظومة ديال الشفاء البيولوجية واللي هذا يعتبر نوعا ما سهل العلاج. كاين لي زولسير اللي لولسير ارتيريال اي لي زولسير فينو، هما هادو كيكونوا مرتبطين بأمراض اللي هي ديال الأوعية الدموية. كاين لي زولسير اللي هما انفيكسيو أو التقرحات التعفنية، وهادو كنلاحظوها بالدرجة الأولى في مناطق معينة من المغرب بحال الرشيدية، لأنه كيكون مرتبط بأمراض اللي هي طفيلية بحال ليشمانيوز. وكاين تقرحات اللي هي كتكون مرتبطة بليزيموباتي أو مشكل في التخثر ديال الدم. وكاين مجموعة من السرطانات اللي كتبان عن طريق تقرحات. هادشي باش نوصلوا لواحد العلاج اللي هو مناسب خاصنا تشخيص دقيق، وفي غالب الأمراض تشخيص دقيق كيكون خاصنا ضروري نتجهوا للطبيب المختص باش ما نفقدوش واحد المده زمنيه اللي كتاثر على الجوده ديال العلاج. طيب فيما يتعلق الان دكتوره، اكيد هاد التقرحات كتعمل واحد المجموعه ديال التداعيات اللي هي اجتماعيه ونفسيه عند صاحب او الذي يعاني من هذه التقرحات. كيف تحدث هذه التداعيات؟ الو خصنا نعرفوا ملي كنقولوا التقرح فهو جرح اللي هو كيكون عميق، جرح اللي غيكون عميق. هذا الجرح اللي غيكون عميق غيكون عنده تداعيات صحيه. علاش؟ لان الا كان مثلا على مستوى الرجل فالانسان ما كيبقاش يقدر يؤدي الوظائف ديالو اليوميه العاديه، وكتقدر توصل انه ما كيبقاش كيتمشى، دونك كيترتب عليه سيستيماتيكمون تداعيات اللي هي اجتماعيه، لانه غيفقد الشغل ديالو او غيفقد الحريه الاجتماعيه ديالها. دونك سي ان هانديكاب هو عاجل. كاين بعض التقرحات اللي هي كتكون تعفنيه اللي كتنتج عليها واحد الروائح اللي هي كريهه، وبالتالي كيكون عنده واحد الانعزال على بقيه على 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 الافراد ديال المجتمع الصحي، وكذلك الاسره القريبه منه اللي ما كتقدرش تقبل هذيك النوعيه ديال التقرح ديالو. كاين ايضا تقرحات اللي كتكون سرطانيه ويتم يعني تغافل عليها من طرف المريض، او كتكون اخطاء في التشخيص، وهي التقرحات اللي هي سرطانيه كتؤدي نظرا لتاخر التشخيص الى البطر العضو اللي وقعت فيه هذه التقرحات. وهادشي اللي كنحاولوا حنا من خلال يعني الخدمات ديال الجمعيه ديالنا اننا نحاولوا نديروا توعيه في هذا المجال. ممتاز. طيب ربما لاحظتوا ان الناس اللي كيعانيوا من هذه التقرحات الجلديه دكتوره سميره ربما كيرتكبوا شي اخطاء. ما هي هذه الاخطاء الشائعه التي يجب ان يتم تفاديها باش ما نوصلوش لهذه التداعيات؟ الوغ كيرتكبوا اخطاء افكتيفمون كثيره، نظرا لان اصلا التقرحات في غالب الامر كتمس الشيوخ
نادرا ما كتمس الفئه اللي هي الشابه دونك شيوخ بالعقليه ابتيبو القديمه دونك كيلتجئ التطبيق يعني تطبيق مجموعه من الخلطات اللي كتكون بالدارجه ديالنا كياخذها من عند العطار كيكون عنده واحد العائلات اللي كان كنتلاقاو بهم على مستوى المستشفى كيقول لك الاب ديالي او الام ديالي رفضات انها تجي معايا لوبيتال. ثالث حاجه كيكون عندهم واحد الرفض مثلا مجموعه من العلاجات وكيكون عندهم رفض لو وصلت الامر انه البطر ديال الرجل كيرفض انه يبصر الرجل ديالو بالتالي كيخاطر بالحياه العامه ديالو. كيكون تطبيق يعني تطبيق مجموعه من الكريمات اللي هي غير مناسبه لذاك الجرح وبالتالي كتؤدي الى تعفنات اللي هي خطيره. كيكون عدم احترام المرض ديالو لان ملي كنهضروا على التقرحات ديال الاوعيه الدمويه كيكون المريض اصلا يا اما مصاب بامراض ديال القلب وما كيتبعش الريجيم ديالو ما كيتبعش الادويه ديالو او مصاب بليفاريس وما كيحاولش يدير لي باد كوتونسيون او مثلا لو بي ديابيتيك التقرح اللي كيكون ناتج عن مرض السكري قدم سكري ما كيكونش هو كيدير الريجيم كيكون عنده يعني خلل في المرض ديال السكري ديالو. ومن جهه اخرى كنمشيو ثاني ليكستريم كاين ما يسموه هذه نقطة مهمة الناس اللي كيفرطوا في التنظيف ديال 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 الجرح ديالهم يعني كيديروا لي زونتيسيبتيك كيديروا بزاف د الحوايج يعني كيكون واحد الافراط في التنظيف ديال الجرح ديالو هذا كيؤدي به التعفنات اللي هي خطيره لان هذاك التقرح خصنا واحد لافلوغ باكتيريان خصنا واحد النوع من البكتيريات اللي هي مناسبه وكتساعد في عمليه تسريع العلاج. جيد اذا ما دمتي تطرقتي للعلاج شنو هي العلاجات الحديثه اللي متوفره في المغرب؟ هي جميع العلاجات اللي فينا على المستوى العالمي فهي متوفرة حاليا الحمد لله في المغرب ولكن واش غادي نمشي في علاج حديث أو غادي نمشي في علاج تقليدي كيبقى فقط الرأي ديال الطبيب المتخصص واللي في الدرجة الأولى كيكون يعني الجراح ديال التكوين والتجميل لأنه عنده واحد التكوين عميق في هذه المسألة. مي العلاجات الحديثة اللي كاينة كاين العلاجات باغ لابريسوثيرابي أو الضغط الميكانيكي على مستوى الجرح وهو علاج جد حديث اللي هو الفاك. كاين لا بي ار تي يعني حقن الصفائح الدمويه كاين لا ثيرابي باغ لي سيلول سوش او لا العلاج عن طريق الخلايا الخلايا يعني التعزيزيه. كاين علاج عن طريق ما يسمى بادويه الحديثه اللي دخلت المغرب اللي كتكون فيها لي فاكتور دو كروسانس او المنشطات ديال العلاج. كاين دي بونسمون اللي كيتسموا دي نوفيل جينيراسيون او ضمادات اللي هي حديثه. هادشي كامل كيدخل في اطار اللي هي منظومه علاجيه وهذه المنظومه العلاجيه اللي كيطبيب ديال الجراح ديال التجميل ما كتستثنيش بطبيعه الحال تخصصات اخرى اللي هما الجراح ديال العروق الدمويه الاخصائي في الديابيت ايتو وبيان سور كنحاولوا ما امكن بالنسبه للفئات اللي هي هشه كنربطوهم بجمعيات مثل الجمعيه ديالنا لان تكلفه العلاج كتكون باهظه ومسايره العلاج كتكون صعبه. نعم اذا كنشكرك جزيل الشكر دكتوره سميره ثقفي على كل هذه التوضيحات هذه الشروحات المهمه بالفعل يعني خص يتفادوا يعني كيعاني من هاد التقرحات الجلديه يتفادوا هاد الاخطاء الشائعه اللي ذكرتي الان وتفضلتي مشكوره. اذا شكرا جزيلا دكتوره سميره ثقفي طبيبه متخصصه في الجراحات التقويميه والتجميليه والمسؤوله ايضا عن الفرع الطبي في الجمعيه المغربيه للوساطه الاجتماعيه شكرا جزيلا لك.